يوم السبت الموافق 7 من أكتوبر 2023، الساعة 6:10 صباحا. كنت في الطريق لنوبة صباح السبت، وكانت الطرق فاضية، وكان هناك جو الهدوء الخاص بأيام السبت، وكنت أغني أغاني شبه ملائكية بأعلى صوت وأنا أسوق السيارة. هذه هي اللحظة الأخيرة التي أذكرها قبل تعرض الشعب في إسرائيل للجحيم. دخلت مركز الطوارئ وصبحت بالخير على الزملاء بصوت صعيد، غير أن في اللمح البصر سمعت إنذار اللون الأحمر في المركز. الضابط المسؤول قال لي: افتحي خط اتصال، في حرب. اطلعت على الشاشة وتأكدت أن الأمر يخص جنوب البلاد. تنفست السعداء، حيث تقيم عائلتي في شمال البلاد، وأستطيع الآن التفرغ لمهمة إنقاذ حياة الناس. كانت الاتصالات تتوالى علينا مخبرة بسقوط صواريخ وإصابات مباشرة وحالات إصابة خطيرة. يؤلمني قول ذلك، لكن الأمر لم يتجاوز ما كنا قد خبرناه في الماضي. فجأة دخل اتصال وأجبت: هنا نجمة داود الحمراء، لينوي تتحدث. ثم بدأ الكلام ينهمر: طخطخة، مخربين، ناس عم بيموتوا. بدأت أصرخ محاولة جمع المعلومات والإنصات جيدا. ربما سيكون هناك من يشير إلى موقع معين أو منطقة معينة ويستطيع مساعدتي على توجيه السيارة الإسعاف، غير أن هذا الاتصال قطع ولم يكن هناك من يرد على اتصالها على هذا الرقم. ثم أدركت أننا أصبحنا نخوض حدث مختلف تماما عما كان حتى الآن. أشعر باختناق في حلقي وعيناي تغرقان بالدموع. الكل متأهبون، هناك رشقات صاروخية متواصلة على الأراضي الإسرائيلية، والكثير الكثير من عمليات إطلاق النار. فجأة دخل اتصال. في الجانب الآخر تصرخ موظفة مركز الاتصالات: عاجل، في طفل طخوا والدينه، هلا بخليه يحكي معكم. بدأت أتحدث ورد علي طفل أعتقد بأن عمره حوالي 8 سنوات، وصار يحكي لي: طخوا ماما وبابا. يعني صار يحكي لي كيف قتلوا والدينه. في الثواني الأولى أوعزت إليه بإقفال باب الدار، ثم طلبت منه أن ينادي الوالدين، وسمعته يدعو: ماما، بابا، لكن لا صوت يرد عليه. وأخبرني الطفل بأن والدينه ينزفان الدم من الرأس والقلب والبطن. حينها أدركت أنه لم يبقى أمامي إلا إنقاذ الطفل نفسه. في الخلفية سمعت صوت غير منقطع لإطلاق النار بأسلحة أوتوماتيكية، انتابتني غصة في الحلق. ثم سمعت الطفل ينادي: علما، تعالي. وفهمت أن هناك في المكان طفلة صغيرة تبلغ 6 سنوات تقف إلى جانب جثث أعز ناس عليها. في هذه المرحلة لم تتوقف دموعي، أردت أن أظهر بمظهر القوية أمام الطفل، لكنني بكيت معه. صرخت: أنت بطلنا، راح تكون بخير. ثم طلبت منهما الدخول إلى الغرفة المحصنة وإغلاق الباب، لكن الطفل كان صغير ولم يتمكن من ذلك. عندها أخبرني أن هناك خزانة في البيت. طلبت منه أن يمسك بيد أخته علمة وأن يدخل معها إلى الخزانة ويمسك بباب الخزانة إلى أن يأتي ناس مناح لنجدته. وأكدت له أنه كلما ينتابه الخوف عليه الاتصال على رقم 101 ونحن سنتحدث معه. تمنيت البقاء معه على الخط من باب الإنسانية إلى حين وصول القوة لنجدته،
لكن كنت عارف أن هناك الآلاف من المواطنين الذين يحتاجون خدمات نجمة داود الحمراء ويتصلون بالرقم 101 لأنهم يثقون بأننا سننقذهم، وعندها قطعت الاتصال. لكن عند إنهاء المكالمة أصبحت في حالة من الانفكاك عن المشاعر والأحاسيس والعمل بشكل تلقائي، ولم تكن أمامي إلا مهمة إنجاح جهود إنقاذ حياة البشر. جميع الاتصالات الآتية تغلغلت في وجداني. تمكنت رويدا رويدا من استيعاب حجم الفظاعة. لم يتحرك أي من الزملاء من كرسي، فالكل منشغلين بإنقاذ الحياة ويبكون مع المتصلين ويواصلون بذل أقصى جهد، أقصى الجهود لزرع الأمل في قلوبهم. دخل اتصال آخر، سمعت في الطرف الثاني شخص يهمس ويسرد تفاصيل مكان تواجده، وأنا أطبع في الحاسوب كلامه حرفيا. كان يقول إنه تعرض لإطلاق النار في الصدر. قدمت له تعليمات كيف ينزع قميصه ويضغط بقوة على موقع النزيف، لكنني أدركت في نفس الوقت أن لا أحد يستطيع الوصول إليه قريبا. كان هناك صوت إطلاق النار، بينما أخبرني المتصل بأن أعز أصدقائه الثلاثة راقدين في السيارة مجاورة، ولم يعد أي منهم على قيد الحياة. أما المتصل نفسه فأوضح أنه لا يريد منا أن نصل إليه وننقذه، بل كل ما يتمناه هو أن أتيح له الحديث مع والده. هكذا انتصرت الإنسانية. توقفت عن ممارسة كل ما كان لدي واتصلت بالرقم المطلوب. أجاب الوالد في الطرف الثاني: ألو؟ وكان الصوت خائف، لعله أدرك أن الاتصال من رقم سري في الساعة 7:30 من صباح السبت لن يحمل أبدا البشرى السرة. ثم تحدث الشاب الجريح في آخر أنفاسه: بابا، بحبك وأشكرك على اللي عملت مشاني. وتخللت الاتصال في الطرف الثاني أصوات الصراخ والعياط، بينما كانت دموعي تنهمر باستمرار. لن أطلعكم على باقي تفاصيل الاتصال، بل أتركها لهما، ليتها كانت ستؤدي إلى النهاية السعيدة.